لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. Maharani, terima kasih atas pidatonya, terima kasih atas partisipasinya, dan kami bersilakan kepada Ibu untuk meninggalkan tempat acara. Mahatatun ukhra fi barnamajina wahia mahatta تقليدية عادة في أندونيسيا في تدشينهم لديهم تقليد تقسيم طبق الأرز أو ما يسمى بوتونغ تومبانغ. ولهذا يسعدني لتقسيم طبق الأرز تومبانغ. تحت تصفيقاتكم طبعا هذه اللحظات ستبقى خالدة إلى الأبد، ويمكنكم مشاهدة هذا التمثال الرائع، التمثال الجميل الفريد من نوعه في طريقة تصميمه ومظهره. هذا عربون محبة بين البلدين الشقيقين الجزائر وأندونيسيا. ومباشرة أدعو السيد بومدين قداد وكذلك السيد يوسف شرفال لمرافقة سعادة السفيرة في محطة أخرى نقشت عليها المبادئ العشر للمؤتمر الأفرو أسيوي ببندوم سنة 1955. Bapaknya mana? Pak, jadi bapaknya mana?
ابو دي بالبوين بالبوينه ما الياس مليح هذا مليح ما الوايد 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 ما عنديش اكثر هذا هو الوايد ندير ماكسيموم هكا صافا شكرا جزيلا سعادة السفيرة وأشكر كذلك الضيوف الكرام على هذا التشجير وهذا الدعم وأدعو الضيوف الكرام لمغادرة المنصة من فضلكم aku dikasih mana mic-nya mic-nya mana سعادة السفيرة ستغني سعادة السفيرة ستغني أغنية من تأليفها وتأليف كذلك السيد محمد توفيق برابو أغنيتها هي دعاء دعاء لجميع المكافحين من أجل إبعاد هذا الوباء كوفيد-19 عن الجميع وكذلك هي دعاء من أجل ترقية الاقتصادات في الدول بعد الخسائر التي تكبلتها الكثير من الدول على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي هذه الأغنية هي عربون صداقة ومهدية لكل الجزائريين وكذلك الأندونيسيين
سعادة السفير على هذا الصوت الجميل وعلى هذا الأداء الرائع، ونرجو أن تكون هذه الأغنية فال خير يعمنا جميعا، وكذلك دون أن ننسى العاملين والناشطين في مجال الصحة، فلهم منا كل التقدير والعرفان في محاربة هذا الوباء. صورة جماعية لكل الضيوف الكرام، لصورة جماعية ستبقى ذكرى في حفل التدشين هذا لمقام السكر. شكرا جزيلا على هذه الصورة، وطبعا نهنئ الجزائر وأندونيسيا على ميلاد هذا التمثال، تمثال سوكارنو، حتى يبقى ذاكرة للأجيال المقبلة. Thank you.